السلام عليكم. اليوم ما حبيت نبارطاجي الفيديو هذا باش نوريكم فونكسيونمون تاع التيربو ونحكي تاني في الوسط على هذه الويست جاتو هذه اللي دايما الناس اختاروا واحد الحلقه اللي تورينا فونكسيونمون تاع التيربو انت ما تعرفش الويست جاتو. انا نقول لك برك هايدي ويست جات اون اونغري راك تشوف فيها اون فرونسي سوباب دو ديشارج هذا ما كان لو كومبليتي الفيديو هذه نوريكم فونكسيونمون تاع التيربو كيفاش يخدم باش الناس هادو اللي مطالعين سابرونتي صغار هادوما يعرفوا يسيبوا لابان باش كي يكون دخان كحل عفسة صافا با من يعرف كلش كيفاش تمشي. المهم نبداو بالتيربو اليوم نكملو برك نوريكم كيفاش يخدم التيربو باش ما تبحرش. Le turbocompresseur comprime l'air d'admission afin d'augmenter la quantité d'air admise dans les cylindres d'un moteur. انا قال لك التيربو كومبريسور واش خدمه تاعو يبعث ريح بالضغط باش يبعثوا لا شومبر دو كومبوسيون ما يجوش ريح نورمال هو يبعثوا شغل يغاول. Une quantité de carburant plus importante peut être ainsi injectée à cette masse d'air. وهنا قال لك الكونتيتي تاع الكربيرون تاني لازم تكون على حساب لا ماس دار هذه باش يكون علاش من داك يكون عندك دخان كحل ولا عفسه عندك مونك دوكسيجين هنا التيربو تاعك ما يطبعش مليح اوتوماتيكمون الغازوال يغلبو تكون احتراق غير كامل يخرج دخان كحل. Ceci permet d'augmenter le couple et la puissance d'un moteur sans pour autant augmenter sa cylindrée. هادي باش الموتور يولي يبوسي مليح. Le turbocompresseur est constitué principalement des éléments suivants. Une turbine, un compresseur, un arbre et un palier central équipé de roulements ou de bagues. هنا قالك تيربو كومبريسور واش فيه؟ هادي احنا نعيطو في زوج توربين، هي كاينه لا توربين وهذا يعيطو لو كومبريسور وهذا لاكس. قالك يا تلقى فيه رولمون الداخل يا كيكون فيه رولمون ما يعياش تيربو، وكاين فيه دي باك، دي باك هو اللي يعيا. Les gaz d'échappement sortent du moteur avec une certaine vitesse de circulation. Les gaz d'échappement entraînent la turbine. هنا قال لك شكون يدور تيربو لي غاز دي شابمون هما اللي يدوروا تيربو يدوروا لا توربين هاديه وكاين اكس قد ما يدور هذا قد ما يدور هذا. L'arbre transmet le mouvement de la turbine au compresseur. Le compresseur alimente ainsi le moteur en air sous pression. Le palier central en contact avec les gaz d'échappement s'échauffe. Le compresseur est protégé de la chaleur par le palier central. Le circuit d'huile assure le refroidissement et la lubrification des éléments du palier central. Certains turbocompresseurs possèdent un passage d'eau relié au circuit de refroidissement du moteur pour dissiper la chaleur. هنايا قال لك هذا لاكس اللي راهو جهه ليشابمون يسخن علاش داروا له سيستم ريفرواديسمون يبرد بالزيت هذايا يضمن الكريساج ويبرد ثاني تسمى يبرد ويكريساه. عندنا دائما تيربو تلقى فيه كريساج منا يدخل ومنا روتور يعاود يولي انسيت سوي الدورات قاعده غير الدور. وكاين قال لك كاين بعض لي تيربو فيهم سيستم بالماء يبرد بالماء على خشب الجهاز جهه لي شابمون تسخن باش ما تلحقش منا باش ما يشوفيش باش ما يتكسرش. Sortie de compresseur s'échauffe. Pour augmenter la performance de certains moteurs, un échangeur d'air est rajouté. L'échangeur abaisse la température de l'air comprimé pour augmenter la quantité admise dans les cylindres. هنا قال لك هنا مي هضرنا على الرول تاع ليشانجور دار. ليشانجور دار هذايا واش يدير؟ كاين كراس ما فيهمش كيما زعما في الان كاتاش دي كاين اللي فيهم وكاين اللي ما فيهمش. المهم كل طوموبيل واش فيها هذا لو رول تاعو واش يدير؟ ريح مضغوط حاجه تضغطها اوتوماتيكمون تسخن يجوزوها منا باش تعاود تبرد. كي تكون بارده احسن من تكون سخونه. كي تكون سخونه لا كونتيتي تاعها تنقص كي تكون بارده تكون قويه لا كونتيتي. علاش داروها هذه؟ هاي قال لك يدخل سخون يخرج بارد يبرد يبرد كيفاش نفهمكم بالعربيه يبرد لك هنا لونطري دوكسيجين هذه اللي بعتها بلا بريسيون جزء منها تبرد تعاود تروح منها. هي واضحه الحاله هذه هي. La vitesse de la turbine
dépend de la vitesse de sortie des gaz d'échappement. هنا قال لك لا فيتاس اللي طلع التوربين قد ما يكونوا لي غاز ديشابمون قد ما الدور هي تسمى قد ما تاكسيليري نتايا شغل كيما اللعبه تاع دراري صغار هذيك تنسف عليها الدور قد ما تاكسيليري قد ما يقوى لي غاز قد ما يدور هنايا كريا ولا سوباب دو ديشارج باش هنا ما يدورش فوق طاقته منها باش يمدوا هنايا على حساب الكالكيراتور ومنها التيربو باش ما يكوليش خاطر لو كان يخليوه يدور ديريكت او يكولي ويتكسر التيربو la vitesse de rotation du compresseur et éviter l'enflammement et la destruction du turbocompresseur, il suffit de dévier une partie des gaz d'échappement. C'est... قال لك يقدر يتكسر ويقدر يومبالي هنايا باش ما يصرى له والو داروا له هديه ينقصوا عليها شويه une soupape de décharge. C'est le rôle de la soupape de décharge. هذا في التربو شي فاريابل الاخر دوك يدي ورينا واحد اخر بلو بريسي شغل خادمينه وتكنولوجي مطورة على هذا شغل لا باز تيربو لا باز هذا نقدر نسميوه une soupape de décharge lorsque la pression de suralimentation atteint une certaine limite la... هنا قال لك قد ما تطلع كي تطلع لا بريسيون دو سوراليمونطاسيون تطلع شكون اللي يقولها الكابتور كابتور دو بريسيون يعرف بلي طلعت يقول الكالكيلاتور بلي طلعت بدوروا الكالكيلاتور يقول لا سوباب هذه افتحي لي هنا ليبيري شويه الحاله باش التيربو ما يكوليش soupape de décharge s'ouvre et évacue une partie des gaz d'échappement. Certaines soupapes de décharge sont pilotées par le calculateur d'injection. هنا قال لك certaines soupapes de décharge sont pilotées par le calculateur. هنا قال لك خاش كاين دي سوباب منين جابو لهم؟ جابو لهم تويو منا. هذه لا كابسول هذه. جابو لها تويو منايا. ما كاش كاع هذا يخرب تويو منا لهنا هذا فتلقى بزاف اونسيان موديل تسمى هذايا قد ما يكون قوي قد ما يطبع يفتح هذه تخدم العكس وكاينه اللي فيها في النوفو هذا فيها الكتروفان تلقى فيها ام بي اس الكتريك هنايا كل واحد كيفاش يخدم المهم الرول تاعها ديبريسي لو تو فويون ماتونون لي ديفيرون تيب دو توربو كومبريسور هذا الموديل واحد اخر هذا هو الموديل اللي كاين بزاف هذا في الالماني يخدم فيه من بكري هذا الموديل هذا شغل يدور لا توربين حساب ما كاش لعب كاع Le turbocompresseur à géométrie variable multi-ailette est composé principalement des éléments suivants. Un compresseur, une turbine, des ailettes et une commande pneumatique. Les ailettes sont situées sur la turbine. La régulation de la vitesse de sortie des gaz d'échappement est obtenue en modifiant l'orientation des ailettes. L'orientation des ailettes est modifiée par le calculateur d'injection pour augmenter ou diminuer la vitesse de rotation de la turbine en fonction de la charge du moteur. هنا قال لك هادو مال زيلات هادو ما شوف كيفاش يعني قسموه حساب ماشي كيما الاول تاع قاد ديشارجي هذا قسموه حساب باش هذاك الريح يربحوه كاع عنده وقت كوموندي دائما قلنا بالكالكيلاتور هو اللي كوموندي قد ما طلع هذا تسمى كي يكون عنده اون بلان شارج عندنا لا سوباب كيفاش تكون البوزيسيون تاعها كي يحب يديشارجي اوتوماتيكمون يغلق كي يغلق يبعد الريح على لا توربين هذه وكي يكون هكذا في هذا الخط هذا تسمى يدور الريح يدور لا توربين مليح كي يسحق ينقص لها اوب يدير لها هكذا يغلق يحل يغلق يحل دائما قلنا كوموندي بار الكالكيلاتور الكالكيلاتور منين يعرف واش يقولوا له بريسيون سيور اليمونطاسيون يعرفها كابتور دو بريسيون calculateur d'injection assure le pilotage des ailettes au moyen de la commande pneumatique. هذه هي هذا هو الفونكسيونمون تاع التوربو تسمى كاع لو ميم برينسيپ ميم تلقى توربو كوليسونت كاين توربو كوليسونت فيه الميم برينسيپ المهم لي توربو كاع يخدموا بلو ميم برينسيپ عندك اون شارج اون دي شارج اون شارج اون دي شارج انت كي تكون عندك لا دي شارج كيسحق الموتور لا شارج اوتوماتيكمون تكون مونك دو بويسونس تما تعرف لابان تاعك تحوس هنايا واش وراه الخلل اللي ما خلاش تاقة مفتوحة مكسرة هذيك الأخرى من داك تتكسر لداخل من داك ما عباش تويو مقطع ما خلاش لا مومبران تغلق لك الطاقة هذيك من داك تكون مديريكلية الريح يغلبها يفتحها كل خطرة كيفاش تكون لابان المهم كي تعرف الفونكسيونمون تاعها إن شاء الله الفيديو هذا يشوفوه مصغر اللي راهم يتعلموا وكما يقولوا علم نافع ينتفع به الناس وربي يقدرنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله